عارف حسن ياسين نقيب احنا النقابي جايين عن نيابه. اليوم عم نودع مقاولو السلطة وعم نودع متعهدو الانتخابات وعم نودع منظومة الفساد والفشل. الخطوة اللي عم بتصير بنقابة المهندسين خطوة أساسية من 17 20 وبتطالع، هيدا لحتى اللي نحن نقول هيدي معركة مش بس بنقابة المهندسين، هيدي معركة مواجهة مع هاي المنظومة على كل الأصعد، يعني شفنا قبل بنقابة المحامين، شفنا بالطلاب، شفنا هلا بنقابة المهندسين، شفنا بالشارع، المواجهة مع المنظومة مفتوحة بكل أشكالها. الإسراع للتوجه نحو الصناديق. السلطة عم تشتغل شغلة وعم تلعب ألاعيبة وعم بتبس الشائعات، صار لهم من امبارح ما وقفوا وعم يخترعوا قصص، واخرها هلا من شوي لما عم بيقولوا انه الاحزاب كلياتها انسحبت لصالح التغييريين. والسلطه صادق لا للدوله ان اكون كنقيب امينا ومؤتمنا على تنفيذ الافكار التي عملنا عليها حوالي السنتين.